السلام عليكم. واش كل حاجة تعدت كتعتبر حاجة خايبة؟ شنو الفرق بين التكرار والإعادة؟ كيفاش يمكن لي نكون أنا ولكن بلا ما نكون نسخة من الآخر؟ هذه الأسئلة وأسئلة واحدة أخرى كلها تلقاو إجابة عليها في هذا الفيديو الأول في حملة Just Be You، كن فقط أنت، فورميني بالدارجة. وما تنساوش طريقة النجاح كيبدأ هنا، فقط كن أنت. أول حاجة نهضر عليها هي بداية القصة، بداية قصة حياتك وحياتي وحياة أي واحد، هي الطفولة. فالإنسان ملي كيكون باقي صغير، وخصوصا الأطفال اللي عنده أطفال صغار والأطفال في الدار، كيلاحظ أنه كيبدا يقلل، أنه كيبدا يكرر أي حاجة كديرها أنت أو كيقول أي حاجة كتقول أنت. في الأول هذيك أول مرحلة، من بعد كيبدا يدير شي حاجات خارجة على المعتاد، شي حاجات يمكن شافو مرة عند شي واحد أو ما شافهمش جابهم من راسو، وكيبدا يجرب يديرهم. اش كنديرو حنايا؟ مخافه انه يخرج ما مربيش، مخافه ان مثلا الاستاذ يحاول يضبط القسم انه ما يخرجلوش شي واحد من الصف ويديرونجيه. اش كنديرو للطفل؟ خصوصا هذا الطفل ما قبل 7 سنوات، هي فين كتكون شخصيتنا كاملين. دابا جزء من فهم المشكله تعرف الاصل ديالها، في الاصل ديالها من هنا جا، ان ملي كيحاول الطفل يدير شي حاجه مختلفه، اش كنديرو حنايا؟ كنوضو ونقمعو، ماشي كنشرحو له. وبيغ هي ما كنطوليريوش بتاتا، يعني ما كنعطيوش واحد الهامش من الحريه، نخليو الطفل انه يعبث بشي حاجه اللي ماشي خطر مثلا، او انه يقترح شي حاجه خارجه على المعتاد. لا، فهاد البروسيس بادي من الصغر، ان كيزيرو وكيضيقو الخناق، مخافه ان الانسان ما يكونش مربي. وهذا كلشي كيكون بنيه حسنه، المشكل ماشي في النيه، المشكل في الفعل. الفعل ماشي صحيح، فمزيان الانسان يفهم هاد كونه انه دخل في واحد القالب، فقدوا الهويه ديالو. منين جاي من الاصل. قال لك راه طاح، قال له راه ما داش مايل، وراه من الاصل كان مايل. علاش؟ لان التربيه بدات الاباء رغم مجهودهم المحمود، ما عطاتش الاكل ديالكم الفو، فخرج الدري ما كيقدرش يعطي الفكره ديالو ويكون متميز. او الاساتذه، بعض الاساتذه اللي كيحاولوا مثلا، يمكن عندهم دور في العدد كبير او ما الى ذلك، حنا ما كنحاولوش نلقاو مبررات، ما كنحاولوش نفهموا الظاهره. فهاد الشيء كامل كيخلي واحد الانسان كيطيح في ديك المازق ديال انه خصو يكرر اللي كيتقال له، او يدير ديك الشيء اللي مطلوب منه فقط، بدون اضافات، بدون ابداع، بدون زياده. هذيك اول فكره. ثاني فكره هي ان بحد ذاته التكرار او اعاده شيء ماشي حاجه خايبه، بالعكس شي حاجه محموده. ما يمكنناش مثلا نوصلوا اننا نطوروا شي مهاره عندنا الا ما شديناش المهارات ديال الاخرين وحاولنا نقلدوهم فيها في البدايه، كبدايه، كخطوه اوليه. كما هضرنا على الطفل، كذلك انسان كبير كيشد الحاجه وكيحاول يعاودها مزيان. هذيك مرحله اوليه اللي قريناها في التلاوه بكري، انسج على غيرها. ولكن المشكل هي تبقى حاصل في ديك الشيء، توقف عند ديك النقطه، تبقى غير كتعاود. لا، هذيك اول درجه في المسار ديالك، من بعد خصك تبدا تضيف، خصك تبدا تاكاباري ديك لا كومبيتونس ولا ديك المهاره ولا ديك المعرفه، وكتبقى تضيف عليها، كتبقى تطورها. لهذا دائما كنقول لكم انك الا ما عمرتيش راسك ما تقدرش تخرج، الا ما خديتيش ما تقدرش تعطي. دونك مزيان ان الانسان يكرر الحاجه او يحفظها او يتلقى الحاجه من الغير او من الاخر، ولكن ما يوقفش عندها، ما يبقاش وقف اول درجه في المسار. المسار باقي طويل، خصو يضيف لها حاجه. ممكن لا كونفرونطاسيون، ان بنادم اللي كيقرا الافكار ديالو افكار اخر، كتولد فكره جديده، ممكن يكتبها، ممكن عين يجلس يفكر فيها، او يقرا افكار مختلفه. مزيان الانسان يقرا دروس مختلفين عند اساتذه مختلفين، مهم انه يقرا فكره بفكره باش يقدر هو يولد افكار من داك الشيء اللي خدا. فمهم ان بنادم يعرف ان ماشي المشكل في انك تكرر او تعيد الحاجه، ولكن المشكل هي انك تطيح في مازق اللي كلشي دابا كيسب به في التعليم. ممكن يكون نظام تعليمي ساهم، ممكن يكون هو المشكل بحد ذاته، ولكن حنا الاساس ما بغيناش نطيحو في البكائيات فين كاين المشكل، لا، بغينا نفهموه ونخرجوا منه. فانه بعض الاساتذه كيقول لك اعطيني داك الشيء اللي عطيته، افورس ان الانسان كيبقى يطلب منه يستظهر داك الشيء اللي تعطالو، حتى كيطيح في مازق انه ما كيزيد حتى حاجه من عنده، انه ما كيطورش، انه ما كيبدعش،
وهذا خطير جدا. وتبلغ لدرجه ان الناس اللي كيقراو الرسم حتى الاستاذ يقول لك رسم بالطريقه اللي قلت لك راك غلط. يعني اذا كانوا بعض الاخطاء كيداروا مزيان نفهموهم، ولكن نخرجوا من المأزق اننا نبقاو حاصلين. الا سلكنا راسنا باش ننجحوا مع ديك الاستاذ، ما نبقاوش في حياتنا ديما كنعطيو داك الشيء اللي خدينا، نزيدوا ناخذوا بزاف ديال المشاريع باش نقدروا نعطيو حنا البلوس ديالنا، وهذاك البلوس هو اللي كيميزنا. فطريق الخلاص من هاد الآفة ديال الإعادة أو التكرار والعيش في جلباب الآخرين كيمر من ثلاثة خطوات فقط. كخلاصة لهذا الفيديو اللي عطيت، أول حاجة تعرف الحاجة اللي كتميزك، تعرف الحاجة اللي كتبغيها، تعرف الحاجة اللي انت متفوق فيها. كيفاش غدير تعرف؟ غتجرب، غتجرب بزاف الحاجات. كل ما جربتي بزاف الحاجات غتعرف الحاجات اللي كترتاح فيهم، أو الحاجات اللي كتميزك، أو الحاجات اللي كتمشي فيهم مزيان. ملي تعرفهم خصك تركز عليهم. ثاني نقطة انك اذا كان كاين قوة كتحاول تنمطك او كتحاول تقمطك كما داروا لنا في الصغر، يعني كتحاول تخليك تمشي في واحد القالب ما تخليهاش تغلب عليك. تأدب طليلة خصوصا اذا كانت قوة نبع عن حب الوالدين مثلا، او الاساتذه اللي كي مثلا كيكونوا المجهود ديالهم صادق انهم يوصلوا معلومه، ولكن هذيك كتشوف ديك الطرق كامله كتحاول تخليك بغني او كتحاول تخليك محدود وما كتعطيكش المجال فين تبدع او تعطي يعني ديك الشيء اللي انت كتبغيه. ما تخليهاش تغلبك، خلق لراسك دائما مجال فين تعطي فيه انت. والحمد لله الانترنت كاين، الحمد لله موجود بزاف الفرص فين يمكن انت تعطي ديك الشيء اللي كيعجبك او تبدع بالطريقه اللي كتعجبك. وفقط عرف راسك، وهذه نقطه مهمه ان الانسان يكون عارف راسه. اذا ما كنتيش عارف راسك ما تقدرش تكون انت. فعرف راسك وفقط كن انت، just be you. هذه هي الفكره الاساسيه ديال هذا الفيديو، ديال الفيديوهات كامله اللي في هذه الحمله. كنتمنى ان الفكره تكون وصلت، وانكم دعمونا بلايك وتبارطاجيو وتفولوونا في انستغرام. وبيان سور راه تلقاو ستور في لي ليان لا في انستغرام ولا في يوتيوب ديال لي تي شيرت ديال الحمله اللي واحد منهم لابسو هنا. كنتمنى ان الانسان اللي يقدر يشري يساهم في هذه الحمله، وكنتمنى الفيديو الجاي يتعجبنا لاعجابكم. ما تبخلوش عندنا بالاراء ديالكم وانتقادات ديالكم. الى الفيديو القادم، جاست بي.